أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الأيام دخل علينا شهر ولد فيه أفضل مخلوق على الإطلاق، شهر ولد فيه من كان سبباً في إسلامنا جميعاً، ومن كان سبباً في جلوسكم في هذه البقعة التي جعلها الله مباركة بسبب وجودكم فيها، وبسبب اجتهادكم، وبسبب تضحياتكم، فهنيئاً لكم. نحن في هذا الشهر، شهر ربيع الأول بالتاريخ الهجري، هذا الشهر حدثت فيه أحداث عظام، من هذه الأحداث ولادة سيد المخلوقات، من هذه الأحداث هجرته صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج من مكة في فاتح ربيع الأول، ووصل إلى المدينة بعد 8 أيام. في هذا الشهر حدث الإسراء والمعراج أيضا، وهذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم يقول في رجب، لكن الصحيح أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول. في هذا الشهر ينبغي أن نتذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين مع الأسف الشديد لا يدرسون سيرته ولا يتذكرونه. يذكرهم به الأذان والحمد لله تعالى، وتذكرهم به الصلاة والحمد لله تعالى، وكل شعيرة من شعائر الإسلام تذكرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن نتحدث عن هذا النبي العظيم بشيء نذكر به إخواننا حتى يعرفوا قيمة هذا الرجل العظيم الذي جعلهم يسعدون في هذه يسعدون سعادة لا توجد عند غيرهم. وها أنتم سمعتم أن هذا الشاب المسلم الذي دخل اليوم في الإسلام
ذكر أنه تأثر بطيبوبة المسلمين، فعلينا أن نصدقه بأن نكون طيبين فعلا. تأثر أيضا بخروج المسلمين من مساجدهم جماعات بطريقة مؤدبة وبطريقة حضارية، فعلينا أن نحافظ على ذلك، لأن هذا من تنظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا هو الذي جعلنا نصلي هكذا صفوفا، ونأتي ونجتمع في كل جمعة، ونجتمع في كل يوم 5 مرات. وهذه المظاهر جعلت كثيرا من المسلمين من غير المسلمين يتأثرون، حتى إن بعض الفرنسيين قديما كان يقول: كلما رأيت المسلمين في صفوفهم بمكة المكرمة تمنيت أن أكون مسلما. فهذه المظاهر لا تستهين بها، وعلينا أن نزيد فيها وأن نزيد في تنظيمها. هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه من حيث التأصيل هو نبي من قديم الزمان، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، بمعنى أن الله تعالى قال لكل أنبيائه: إذا جاءكم محمد فآمنوا به. فخبره أعني بأنه من قديم الزمان، أي أن خبره موجود عند كل الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند أهل الكتاب السابقين، كان عندهم علم به، فقد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم منة من الله تعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الرجل هو أول المسلمين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. هذا الرجل هو شافع ومشفع، وهو سيد الخلائق على الإطلاق. أنا سيد ولدي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه هو قال هكذا، وهكذا أيضا في حديث الشفاعة العظيم، عندما جاءت الخلائق كلها تبحث عمن ينقذها ومن يشفع لهم عند الله تعالى لكي يبدأ الحساب فقط، لا لكي يدخل هؤلاء إلى الجنة أو هؤلاء إلى النار، وإنما لكي يبدأ الحساب، لأن الموقف عظيم والوقت كان خطير. فجاءوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وأخيرا جاءوا إليه فقال: أنا لها أنا لها، وذهب وسجد تحت العرش، وبقي يدعو الله تعالى بأدعية وبمحامد ما كان يعرفها قبله، حتى قال الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وشفع في الخلائق. هكذا صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا النبي العظيم هو دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى، وهو رؤيا أمه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم، لأن الله تعالى قال عن نبينا إبراهيم: ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال أيضا عن نبي الله عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن من فضائله إلا نزول هذا القرآن العظيم لكفاه ذلك، وهذه هي المعجزة الخالدة التي تتجدد بتجدد الزمان والمكان. محمد صلى الله عليه وسلم عصمه الله من شر المخلوقات، فلا يستطيع أحد أن يؤذيه ولا أن يلحق به أذى إلا ما شاء الله تعالى مما فيه ابتلاء له ولغيره من الأنبياء. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك
المستهزئين فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فما كان يستطيع أحد أن يصل إلى مراده من محمد صلى الله عليه وسلم، فكم من المحاولات ذلك الرجل الذي اتفق هو وكبير المشركين وجاء إلى المدينة ليقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبر جبريل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت عندما أراد بعض طوائف اليهود في المدينة قتله أيضا أخبره جبريل وقام مسرعا، وهكذا حفظه الله سبحانه وتعالى. أمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى جميع الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محمد صلى الله عليه وسلم هو الرجل الوحيد الذي أخبر من قبل الله تعالى بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولم يرد في حديث صحيح كما قال الإمام ابن كثير، لم يرد في حديث صحيح أن هذا الأجر وهذا الثواب بغفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة وردت في حق أحد من الأنبياء السابقين، لم ترد إلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو الرجل الوحيد الذي لم يناده الله تعالى باسمه، وإنما كان يناده بصفته: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. بينما الأنبياء الآخرين قيل يا آدم اسكن، ينادي عليه يا آدم باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا عيسى ابن مريم، إلى آخر. وهكذا كل الأنبياء كانوا ينادون بأسمائهم ما عدا هذا النبي العظيم، وهذا يدل على شرفه وعلو مكانته. هذا النبي العظيم هو الوحيد الذي أسلم قرينه من الجن، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن قرينه ما منا من أحد إلا وله قرين من الجن، وقالوا له: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو أقسم الله تعالى به، قال تعالى: لعمرك، أقسم الله بحياته، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالخالق. هذا النبي العظيم أقسم الله تعالى ببلده: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا النبي العظيم أقسم الله تعالى له: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. هذا النبي العظيم إن شئت أن تتحدث عن خصائصه فهي بالمئات. هذا النبي العظيم نهانا أن نناديه باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا النبي العظيم نهى الله تعالى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا النبي العظيم أعطاه الله تعالى من المعجزات ما آمن عليه كثير من الناس، والأنبياء والرسل لا بد لهم من المعجزات، وكل نبي كان يعطى من المعجزات معجزات وقتية، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من المعجزات الوقتية كثير. فقد انشق له القمر، طلب منه المشركون إن كان نبيا أن يطلب من الله تعالى أن ينشق القمر، فانشق القمر، قال: انظروا وإذا به في القتين، يعني على جبل قبيس. وكذلك قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. والغريب أن العلم الحديث وعلماء الفلك يكتشفون اليوم أن القمر سبق له أن انشق وأن فيه أثرا، وهذا من الإعجاز العلمي الذي اكتشف حديثا. والقرآن هكذا يعطي لأهل كل زمان وأهل كل مكان ما يثبت به أن القرآن معجز. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي أيضا أنه تحكم في السحاب، فعندما جاء الأعرابي وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب الله تعالى أن يرزقهم المطر، فجاء المطر واستمر، والرسول على المنبر ما نزل حتى نزل المطر، ومع ذلك كان قبل أن يطلب هذا الأعرابي كانت السماء صافية، واستمر المطر أسبوعا، وجاء نفس الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وهكذا،
فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فكان لا يشير بيده هكذا إلا وينزاح السحاب، إذا أشار هكذا انزاح السحاب، السحاب يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم يكلمه الحجر والشجر، الحجر في مكة كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم الحجر عليه، السلام عليك يا رسول الله. الأشجار تكلمه، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى به فقال له إلى أين؟ قال إلى أهلي. قال هل أدلك على ما هو خير لك؟ قال وما هو؟ قال أن تشهد أن محمد رسول الله، أن لا إله إلا هو أن محمد رسول الله. فقال له ومن يشهد لك بهذا؟ قال هذه الشجرة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته فنطقت بصوت فصيح وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا النبي العظيم هو الذي بكى شوقا له، الجذع الذي كان يخطب بجانبه بكى حتى سمعت الصحابة أنينه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسكته كما تسكت الأم طفلها الصغير. هذا النبي العظيم الماء خرج يفور من بين أصابعه حتى كفى ذلك الجيش كله. وأنتم تعلمون أن هذه المعجزة لم يسبق مثلها في التاريخ، لئن سبق من المعجزات أن الله أخرج الماء من الحجارة فهذا شيء عادي، أن يخرج الماء من الجبال ومن الحجارة، ولكن أن يخرج من أصابع يد رجل، هذه الأصابع ما هي العيون المتصلة بها في الأرض؟ أو من أين هذه المياه الكثيرة التي شرب منها الإبل والناس جميعا؟ من أين خرج هذا الماء؟ هذه من أكبر المعجزات. وقد كثر الماء بسبب دعائه، وقد فاض البئر بسبب بسقه فيه، وإذن كذلك تكثير الطعام وتسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومعجزاته كذلك رد عين قتادة رضي الله تعالى عنه، خرجت العين وتدلت هكذا وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وردها إلى مكانها وشفيت في الحين وأصبحت لا جرح فيها وأرجع الله تعالى لها الإبصار. ففي القضية معجزان، معجزتان، معجزة الإبصار ومعجزة البرء، من البرء أيضا من عدم الإبصار، والبرء من الجرح. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أن معجزاته لو أردنا أن نتحدث عنها لما كفانا هذا اليوم كله. فأسأل الله تعالى أن يكون ما ذكرناه سببا في محبتنا له، أسأل الله تعالى أن يكون ما ذكرناه سببا في محبتنا له حتى نقتدي به أكثر وحتى نعرف قيمته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن هذا النبي العظيم لا تظن أنكم منفردون بمحبته وتعظيمه، فإن كل ما خلق الله تعالى من إنس وجن وجمادات من أشجار وبحار وجبال كلها تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أن هذا الرجل الذي نطق بالشهادتين الآن هو وحده الذي ينطق بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبل أحد بأنه يحبه، يحبنا ونحبه. فهذه المحبة المتبادلة من الجمادات صدرت في حق من؟ ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد فوق جبل أحد فيرتعش الجبل ويضطرب، لا تظنوا أنه زلزال، إنه فرح، إنه تحرك فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله تعالى عليه، حتى لا يظن ظان أن الجبل وقعت فيه هزة أرضية، لا، وإنما فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى ما مثله أحد، من مثله أن يصعد فوق ظهره رسول رب العالمين أفضل الخليقة على الإطلاق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه معاملة العاقل فيقول أثبت أحد ويركله برجله، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وهكذا تتحقق المعجزة. وهذا من الإعجاز الخبري، إعجاز
أي أن الله تعالى يخبر بالمغيبات المستقبل المغيبات المستقبلية وما أكثرها وتتحقق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصديق هو الصديق أبو بكر الصديق، والشهيد هو عمر وعثمان وعلي، فالثلاثة كلهم ماتوا شهداء. فعمر شهيد المحراب، وعثمان شهيد قتله الخوارج، وكذلك علي بن أبي طالب قتل، وكلهم قتلوا على طاعة الله تعالى ورضوانه، ولا يتخلف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن من الإعجاز الخبري أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين من طوائف المسلمين، وكان بعد ذلك تحقق بعد عشرات السنين يتحقق الأمر، فيصطلح معاوية والحسن أيضا يصطلحان على يعني لم الشمل وعلى الجماعة، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث عنه القرآن من إخبارات ومن معجزات فحدث ولا حرج، ومن درس ذلك وبحث عنه فإنه سيجده. وعلى الناس أن يربطوا الناس على الدعاة والعلماء أن يزيدوا أن يحاولوا أن يعرفوا الناس بهذه المعجزات، لأنها هي التي تزيد في إيمان الناس، لأن الناس لا يعرفون عن هذا النبي العظيم شيئا. ونحن نريد أن نقول بأن هذا النبي العظيم تحدث على علوم سابقة من أخبار الأولين، قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى، وحدث ولا حرج. ثم تحدث عن الأخبار الآتية المستقبلية، ثم تحدث عن علوم لا يعرفها إلا المتخصصون في الطب وفي الفلك وفي علوم البحار وفي علم الأجنة. وكل هذه العلوم تحدث عنها أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلا يمكن لإنسان أن يتهمه بأن ذلك أخذه عن غيره، أو درس في جامعة معينة، أو درس عند شيخ، أو في مدرسة. فهو الذي لم يغادر مكة إلا للتجارة مرة، ولم يعرف عنه أنه كان يقرأ الكتب ولا كان يقرأ عند أحد، ومع ذلك يتكلم بعلوم إلى يومنا هذا لم يستطع أن يتحدث عنها المتخصصون. وإن كان في هذا العصر اكتشفت بعض الأمور، فإنه كلما جاء عصر وتجدد عهد إلا وأهله سيكتشفون معجزة هذا القرآن. وهذا القرآن وإن كان نزل قبل 15 قرنا وكان معجزة، وتحدى الله تعالى به العرب قاطبة، بل تحدى الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهو كذلك يتحدى أهل هذا القرن وأهل القرون الآتية، وسيبقى التحدي قائم إلى أن تقوم الساعة. وكل آية في القرآن تتحدى جميع المخلوقات، فلو أتينا بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لكفى في هذا معجزة، لأن الله تكفل بحفظ هذا القرآن ولم يستطع أحد أن يمسه بشيء، ولا أن تؤثر فيه كذباته ولا حيله ولا زخرفته ولا أي شيء. كل المحاولات باءت بالفشل، لأن الله تعالى ضمن حفظه، وهذا من أعظم المعجزات. وإن شئنا أن نفتح الباب في هذا فالأمر يطول، ولكن نظرا لضيق وقتكم وأنتم متبوعون بأعمال لا يمكن أن أتسبب لكم في تأخر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا إلى القول والعمل وإلى الإخلاص، وأن يرزقنا حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب سنته، وأن يجعلنا من المتبعين له، وأن يجعلنا من المدافعين عنه وعن سنته. فإن البشرية لو عرفت قيمة هذا الرجل العظيم لغيرت موقفها، وأنتم جنود الله سبحانه وتعالى، وأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرحمة المهداة، فهو نبي التوبة ونبي الرحمة. فكونوا من الذين ينشرون فضائله وينشرون خصائصه وينشرون علومه، حتى تدافعوا عن التشوهات
وعن التشويشات وعن التشويهات التي ألحقها بعض أعداء الدين بنبيكم وبإسلامكم، فنحن نعلم أنه في القرن الحادي عشر الميلادي ترجم القرآن إلى ترجمة غير عربية كانت كلها تشويش وكلها تشويه. فأنتم عندما تتحدثون بهذه اللغة وبلغة أهل هذا البلد فكونوا جنودا لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وجنديتكم هذه هي جندية تنشر الرحمة وتنشر الخير وتنشر الرفقة وتنشر العدل وتنشر ما يخدم البشرية. إن دعوتكم ليس فيها إلا الخير للبشرية، وحيثما وجدتم شخصا مسلما ينشر الشر بين المسلمين فاعلموا أن الإسلام بريء منه. فالإسلام لم يأتي لضرر أحد ولم يأتي لكي يقلق أحد، وإنما أتى لكي يكون الناس سعداء. فأسأل الله تعالى أن يحقق لنا هذه السعادة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم وفق أهل هذا المسجد لكل خير، اللهم بارك في حياتهم وفي أرزاقهم وفي أموالهم. أسأل الله تعالى أن يبارك في المسؤولين على هذا المسجد من رئيس جمعية وإمام وإمام وكل من هو يتحرك في هذا الميدان. أسأل الله تعالى أن يكونوا وهم في الحقيقة جنود مجندون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يهدي الجميع، وإن عملكم ومسجدكم والله إنه ليثلج الصدر وليدخل الفرح، ويتمنى الإنسان أن تتكرر زيارته إليه لكي يستفيد الدروس العملية. إن عندكم في هذا المسجد دروسا عملية لا تكاد توجد في كثير من المساجد. هذا الإقبال على الإنفاق وهذا التكرار على إقبال الإنفاق، والناس يتحدثون على أن الخير يزداد عندهم وأن الإنفاق لا يزيدهم إلا غناء وثراء، فهؤلاء هم أصحاب العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة هي التي تجعل الإنسان يوقن أن ما عند الله أفضل له مما في جيبه، وأن مما في جيب ما في جيبه قد يفقده، وأما ما عند الله فلن يفقده. فهنيئا لكم بهذه العقيدة الصحيحة، وأسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأنشر الرحمة والخير والسعادة لكل البشرية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وَأَنَّ